ماشيين للافضل باذن الله، وانا شايف كمان احنا ماشيين للافضل على مستوى المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي انت عارف كان في دوره ثلاثيه، لعبنا المباراه الاولى امام كوريا وكان فيها التعادل، النهارده وما زالت المباراه مستمره، مباراه امام المنتخب البرازيلي، واعتقد النتيجه ما زالت يعني 2-1 للمنتخب المصري. شايف استعدادات كابتن شوقي غريب وجهازه ازاي لطوكيو السنه اللي جايه؟ يعني انا شايف ان كابتن شوقي غريب يعني بطل امم افريقيا تحت 23 سنه، ما كانش محظوظ شويه في تاجيل الاولمبياد، وحضرتك مدير فني كبير وعارف لما بيتلخبط لك الجدول بتاعك وترتيباتك تحضيراتك اتفاقاتك مع المنتخبات على المباريات الوديه بتبقى مشكله، لكن قدر بسرعه انه يلم ورقه وقدر بسرعه انه يعمل دوره وديه زي دي كمان مع منتخب كوريا الجنوبيه، منتخب البرازيل في الظروف اللي احنا فيها، لكن كمان مع مدرستين في الكوره كبار قوي، وده احتكاك بيدي خبرات للعيبه وبيرفع كمان عنهم لما يجي داخل اولمبياد الضغوط انه هيقابل منتخبات كبيره. لا ما انا اوريدي لعبت البرازيل وممكن اكسب البرازيل، ولعبت كوريا، كوريا بيلعبوا كوره سريعه وبيتحركوا بسرعه جدا، مدرسه مختلفه. يمكن الجوهري الله يرحمه كان بيعتمد على حته كوريا دي كتير، يعني كان دايما يسافر كوريا لانه مدرسه مختلفه في الكوره فيقدر يطبق فيها حاجات معينه. فانا شايف انه ده اعداد جيد جدا انك تكون لحد دلوقتي متقدم على البرازيل، وعلى الاقل عامل ماتش كبير كمان قدام منتخب البرازيل وجايب نجوم ولاعيبه كبار جدا بالمناسبه، بيلعبوا في اياكس، بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا. فاعتقد انه ده دليل على انه التشكيل بتاع المنتخب او العناصر اللي اختارها كابتن شوقي غريب بتادي بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يوفقهم في طوكيو باذن الله.